نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام في المحور الثاني من حلقتنا يا الخبر. طبعا تناولنا في المحور الأول عن تغيير استراتيجية النظام في قصفه على الشمال المحرر وعشرات الضحايا الذين وقعوا خلال اليومين الماضيين، وسنتحدث في المحور الثاني عن إعلان حسن نصر الله عن تخفيض عدد مقاتلي حزبه في سوريا ونظرة روسيا لهذا التواجد مع الوجود الإيراني فيها. لكن قبل ذلك نتابع أبرز وآخر تطورات الأوضاع لهذا اليوم. تفجير عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة بصرة الشام وبلدة السهوة بريف درعا تزامنا مع مرور سيارات عسكرية للنظام وروسيا دون وقوع خسائر في صفوفهما. مقتل 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال بقصف جوي على مدينة خان شيخون وبلدة تكفرية بريف إدلب الجنوبي وقريتي زكاة والجيسات بريف حماة. مقتل مدني من أبناء ذيبان في ريف ديرزور الشرقي نتيجة طلق ناري طائش في سوق شعبي. قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل أكبر ممولي تنظيم الدولة المسؤول عن بيع النفط وتهريبه، العقل الاقتصادي للتنظيم ثابت صبحي فهد الأحمد جراء عملية أمنية بالتعاون مع قوات التحالف في منطقة أصور بريف ديرزور. المخرج السوري اللاجئ في مصر باسم يؤسس فرقة مسرحية تضم لاجئين من سوريا واليمن والعراق والسودان ومصر في مدينة الإسكندرية لمعالجة قضايا اجتماعية كالعنف والتحرش والتمييز العنصري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة الاستوائية باري في ساحل نيو أورلينز التي تستعد لسقوط أمطار غزيرة. فرق طفيف في سعر صرف الليرة السورية لتعادل 586 أمام الدولار و661 لليورو و100 ليرتين مقابل الليرة التركية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في المحور الثاني من برنامج ثنايا الخبر، والذي نتحدث فيه عن إعلان حسن نصر الله عن تخفيض عدد مقاتلي حزبه في سوريا ونظرة روسيا لهذا التواجد مع الوجود الإيراني فيها. طبعا كشف حسن نصر الله عن تخفيض عدد مقاتلي حزب الله في سوريا نافيا أن يكون مرد ذلك إلى العقوبات والصعوبات المالية التي يواجهها الحزب. نتابع التقرير التالي ثم نعود للنقاش. تصريحات جديدة لحسن نصر الله يتحدث فيها عن وضع سوريا. اليوم مثلا لما بنحكي عن المعارك القائمة، الجيش السوري استعاد الكثير من عافيته وتشكيلاته وقواته والتحاق واسع فيه، يعني سواء بموضوع التجنيد الإجباري في التزام أو بموضوع التطوع كمان في التزام كبير. طيب هو وجد انه ليس بحاجة الينا العظيم، ولذلك نحن يعني ليس لنا وجود فعلي بالحد الادنى في الجبهة الحالية. اذا جيش الاسد استعاد عافيته بشكل كبير وفق ما قاله حسن نصر الله في مقابلة تلفزيونية على قناة المنار، وهو اليوم وجد انه ليس بحاجة لمقاتلي الحزب المتواجدين في سوريا بشكل علني منذ 2013، لذلك تم تخفيض أعداد المقاتلين في حزبه إلى جانب قوة النظام. نصر الله أكد على أنهم ما زالوا متواجدين في كل الأماكن التي كانوا فيها لكن بأعداد قليلة، وهم الآن قاموا فقط بإعادة تموضع، وأن كل التغييرات لا علاقة لها بالعقوبات أو التقشف المالي على الحزب. نعم ما زال هناك أماكن ملفات عالقة، موضوع شرق الفرات ملف عالق، موضوع إدلب ملف عالق، لأنه ما بقي للجماعات المسلحة بشكل أساسي هو إدلب وبعض الأجزاء من الشمال. نصر الله الذي أكد أن قوات حزبه لا تشارك النظام في معارك محافظة إدلب شدد على أن تخفيض عدد القوات لا علاقة له بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. وبخصوص وجود الحزب والقوات الإيرانية في سوريا،
قال إن روسيا لا ترى ضرورة لخروجهم مع بقية ما وصفه بمحور المقاومة من سوريا، وأنه لا مصلحة لروسيا أصلاً في خروج إيران، وهي تحاول الوصول لتسوية تمنع مواجهة إسرائيل من جهة وحزب الله وإيران من جهة أخرى وفق وصفه. طبعا نرحب بضيوفنا السيد فرانكو عبد القادر مدير المركز السويسري لصون الديمقراطية والحريات العامة من زيوريخ، إضافة للكاتب والمحلل السياسي من مدريد السيد صلاح قيراط. أهلا بكما ضيفي. البداية معك سيد صلاح، برأيك هل استعادت قوات النظام عافيتها حقا في سوريا وفقا لما صرح عنه نصر الله؟ هلا حسن نصر الله كان عم يحكي سياسة أكثر ما عم يحكي جيش وعسكرة. هذا واضح. العملية العسكرية التي بدأت بشكل عنيف بعد تحضير ودعم وأمداد عسكري ولوجستي إلى المنطقة الشمالية الغربية، حقيقة خلال شهرين ونصف ماضيات لم تستطع أن تحقق ما كان مرجوا أو ما كان مطلوبا لأوامر القتال. فمنها مثلا السيطرة على الطريق الدولي دمشق حلب بين 7 إلى 9 أيام، هذا لم يتحقق، وسواه من بعض المهام لم تتحقق، وهذا لا يستطيع أن يلغيه أو يناقش فيه إلا مكابر. نعم. البين أن الإيراني وميليشياته وضمن عملية للأسف أقول حزب الله لم يشاركوا في معركة الشمال الغربي لغاية قررتها أو أدركتها إيران بالتنسيق مع الجانب السوري أو التنسيق مع يعني بنعم أو لا قوات النظام استعادت العافية أم لم تستعد عافيتها؟ الواضح أنه بغياب إيران وميليشيات بالعمليات الحادثة حاليا هناك ارتباك، هناك تأخر، هناك عدم إنجاز. إذا نحن لسنا في مكان نقول فيه القوات السورية في حالة جيدة. طيب. أو متقدمة. طيب سيد صلاح قيراطة، يعني طرحنا طبعا موضوع الحلقة عبر صفحتنا في فيسبوك، بعض الأشخاص أو اسمه يعني مروان عبد الله كتب في تعليقه على تصريح حسن نصر الله أنه كذب ومراوغة، كيف تعلق على ما قاله؟ هلا حسن نصر الله قال كثيرا وبدأت حديثي مع حضرتك والأخوة المشاهدين أنه يتحدث سياسي، لكنه حتى عام 2006 لم نكن كسوريين لمختلف انتماءاتنا أو ولاءاتنا إلا مع حسن نصر الله وخلف حزب الله في عملياته العسكرية التي استهدفت العمق الفلسطيني المحتل من قبل الكيان الصهيوني. ليست عندنا مشكلة. في حينها كان الرجل قيل أو لقب بصاحب الوعد الصادق. أضف إلى ذلك في حينها أيضا المجلات السياسية المعنية باختيار النجوم السياسيين أو العسكريين اللامعين كان من بينهم في حينها حسن نصر الله، لكننا الآن نتحفظ على كل ما يقول لأنه ادعى أولا أن دخول ميليشياته أو قواته أو مقاتليه إلى سوريا لحماية المراقد الشيعية، وهذا ظلم للسوريين مجتمعين من كل الأديان والطوائف. اثنين، أضل طريق القدس، وهو قال صراحة أن طريق القدس من الزبداني من كذا وكذا وكذا، وعدد أكثر من مدينة أو قرية سورية داستها قواته. نحن مع مقاتلة الإرهاب، لكن هل السوري الذي يدافع عن أرضه وعرضه إرهابي؟ أنا شخصيا كسوري ومحسوبا على النظام مع قتل كل أجنبي دخل إلى سوريا وقتل من أهلها. الدولة السورية تختلف مع أبنائها، بيصير مشادات، بيصير صدامات إلى آخره، يبقى الوطن ما هو داخلي. أما الغريب غريب. نعم. والعربي وحزب الله في هذه المعركة غريب. طيب اسمح لي أن أنتقل لضيفي السيد فرانكو عبد القادر. أرحب بك سيد فرانكو، أطلنا عليك. يعني هل تتفق مع ما أورده حسن نصر الله بخصوص تخفيض عدد قواته في سوريا؟ أول شيء مساء الخير إليك وللضيوف، لضيف الكريم والمشاهدين الكرام. أهلا بك.
السيد نصر الله قال، عفوا عم اسمع صوتي بيردوش، السيد نصر الله قال انه هو يخفف عدد جنوده ومقاتليه من سوريا. هالكلام صحيح يعني، لانه بلشوا من حوالي سنتين بتخفيض عديد مقاتليه بسوريا، عمل اعاده انتشار، انما ابقى على المناطق الحيويه اللي بهمه انه يتواجد فيها، مثل ريف دمشق وسلسله جبال لبنان الشرقيه اللي بتخليه له ممر بين النظام السوري من ايران، النظام السوري للبقاع لاراضي اللي بيت حزب الله مسيطر عليها وهو كحزب مسيطر عليها وموجود عليها. هلا هو انسحابه من سوريا يعني ما تم، لانه وما حيتم، رح يضلوا هنيك متواجد، لانه هو دخل على سوريا مش لينسحب منها اولا، وبعدين تواجد حزب الله. ولكن نعم سيد فرانكو، يعني هو قال انه نحن لدينا مقاتلين في سوريا ولكن ليس بالاعداد القديمه، يعني تم حصر الاعداد اكثر. ايه صحيح، هو طبعا نتيجه الضغوط الاقتصاديه اللي تعرض لها حزب الله على مدى الاشهر اللي فاتت، اللي عم تشددها يوما بعد يوم الاداره الامريكيه والاوروبيين ضد حزب الله ومخالب ايران بكل العالم. هلا حزب الله تراجع مقاتليه صحيح، في منهم رجعوا على لبنان تحت الضغط الاقتصادي، وغير هيك هو مثل ما انا قلت انه ابقى على تواجده بهالمناطق الحيويه مثل مثل ما قلت لك، لانه هيدي يعني مهم كثير بالنسبه له. وطبعا عم يعمل، لان ديموغرافيا لا هو موجود موجود هناك بالمناطق اللي هو بيحاول يسيطر عليها ديموغرافيا. طيب سيد فرانكو اسمح لي سنذهب إلى فاصل ثم نعود مشاهدينا. هل حقق حزب الله أهدافه في التدخل لحماية نظام الأسد في سوريا؟ ابقوا معنا.
نرحب بكم من جديد مشاهدينا في المحور الثاني من برنامج ثنايا الخبر، والذي نتحدث فيها عن إعلان حسن نصر الله عن تخفيض عدد مقاتلي حزبه في سوريا ونظرة روسيا لهذا التواجد مع الوجود الإيراني فيها. لعب حزب الله دورا بارزا في الحفاظ على نظام بشار الأسد منذ تدخله وسيطرته على القصير وصولا إلى يبرود فحلب. نتابع المزيد في المادة التالية ثم نعود. نعم حلا، منذ بداية الثورة السورية في عام 2011 نفى حزب الله في أكثر من مرة وجوده في سوريا رغم تأكيد الناشطين لذلك، إلا أنه أعلن عن وجوده مع بداية عام 2012 بحجة حماية المزارات الشيعية في ريف دمشق، وهي الحجة التي تتذرع فيها إيران وميليشياتها. انتشر الحزب في البداية في دمشق وريفها، وساند الأسد في قمعه للسوريين قبل أن يتطور الأمر ويصبح هو من يقرر وليس بشار الأسد كما نشاهد في هذا الفيديو. البيت اللي هون اللي مبين بوجنا تراب، لك سمعوني، من هيدا البيت اللي بوجنا التراب انطلقت القوات المسلحه. لك قدام شينا. ازداد نفوذ حزب الله وانتشاره ليمتد على كل الاراضي السوريه في حمص وما حولها، حيث كانت معركته الفاصله في مدينه القصير التي حسمها وكانت هي البوابه لدخوله الى حمص. ثم انتقل الحزب بعد ذلك من حمص إلى دمشق، حيث خاض معارك كبيرة وتكبد خسائر كثيرة في ريف دمشق مثل الزبداني ويبرود، وهذه المعارك كانت عنيفة جدا، تدخل الروس لكي يضمن له السيطرة عليها بالكامل. بعد دمشق انتقل الحزب منها إلى ريف اللاذقية ثم حلب، حيث خاض معارك كبيرة هناك وأيضا مني بخسائر كبيرة. بعد حلب انتقل إلى حماة، إلى دير الزور، ثم إلى البادية، ومؤخرا وصل إلى الجنوب السوري في درعا. منذ بداية العقوبات على إيران بدأ الحزب بتقليص قواته سرا، لكن هذه السرية لم تدم طويلا، فقد فضح وصول المقاتلين إلى لبنان وترحيب ذويهم بهم أمر الحزب الذي عاد مرة أخرى للإنكار، إلى أن صرح بذلك جهارة يوم أمس حسن نصر الله أمين حزب الله العام، وقد قال في مرات سابقة أن الحزب لن ينسحب من سوريا. نذكركم بهذا الفيديو. أنا أقول نحن باقون هناك حتى بعد التسوية في إدلب والهدوء في إدلب. الحزب الآن على مفترق الطرق، فما يجري الآن من ضغوطات على إيران وميليشياتها دفعته وعلى لسان نصر الله إلى أن يسحب عناصره من سوريا باتجاه الضاحية الجنوبية، وربما يسحب كامل عناصره إلى هناك. إليك حلا. شكرا ياسر. سيد فرانكو، بداية يعني وكما تحدث حسن نصر الله أن تخفيض عدد قواته في سوريا لا يتعلق بالعقوبات الاقتصادية على حزبه، كيف تنظر لما قاله؟ يعني لقد سبق وقال ضيفك الكريم من مدريد أن هذا خطاب سياسي، وبالتالي بالخطابات السياسية طبعا الحقيقة لا تطغى على الموضوع، بالعكس الواحد بده يقول أي تبرير لأي شيء بيكون به لكي يحفظ ماء الوجه أمام مناصريه وبيئته. هو نحن مثلا ما بنعرف أنه بآذار دعا الزعيم نصر الله، الزعيم حزب الله نصر الله، يعني بيئته إلى التبرع والجهاد بالمال لخدمة المقاومة ومشروعها في المنطقة. يعني البيئة تبعيته هلأ شوي شوي عم تشوف أنه هيدا الحزب منه مقاوم، إنما هو فقط لخدمة المشروع الإيراني. بالنسبة لسؤالك، بلا الضغوط كبيرة على حزب الله من شان هيك عم يظهر من سوريا. هلا هو ما بقى عم بيشارك بالأعمال القتالية، صح؟ هيدا صحيح. بالأول النظام كان عم يتقدم ضد الثورة وضد الفصائل المقاومة للنظام، لأنه كان حزب الله عم بيشارك وبقوة
ضد الثوار السوريين. طيب. هول الثوار السوريين يعني عفوا كلهم يعني معلمين، تلاميذ جامعات، مزارعين، صيادلة، محامين، كلهم هول كان صح عم يربحهم حزب الله لأنه مقاتلينهم مدججين بالسلاح وبالعتاد وعملوا دورات عسكرية قوية بإيران وبالمقاع وكذا، فمشان هيك من كان عم يربح ضدهم. إنما هلأ لما توقف عن القتال حزب الله وفقط وبقى موجود بهذه المناطق اللي بتهمه استراتيجيا، أيوة المناطق الحوية، فهلأ شفنا نحن أنه فصائل المعارضة عم تتقدم وعم عم تهزم جيش الأسد. من هذه النقطة انتقل للسيد صلاح قيراطة. سيد صلاح، يعني وفق رؤيتك هل حقق حزب الله أهدافه كاملة في سوريا؟ لا أعتقد، لا أعتقد، لكن هناك نقطة مفيدة يجب تسليط الضوء عليها، أنه قال بالأمس أن الجيش العربي السوري طلب إليه أن يكلي بعضا من قواته أو مقاتليه لعدم الحاجة إليهم. أضف إلى ذلك أختي الكريمة والأخوة المتابعين، كان قد قال أيضا نحن أعدنا تموضع وأعدنا انتشار ويمكن أن نعود بكامل قوتنا بكامل عديدنا إلى سوريا عندما تدعو الضرورة. إذن هو يعتقد ضمن كلامه إذ ما فسرناه أنه يمكن أن تكون ضرورات مستقبلية تقتضي ضخ عدد آخر أو ما كان عليه بالأصل منذ عام 2013 بشكل علني، علما أنه كان قد دخل قبل هذا العام بشكل غير معلن. ولكن يعني عودة المقاتلين هل تراها بهذه السهولة أم ستكون يعني وفق صعوبات أخرى؟ الحقيقة، الحقيقة بعد الاجتماع الأمني الذي عقد في القدس بين مستشاري الأمن القومي لكل من روسيا وأمريكا والكيان، هناك توجهات وفق ما سمعنا، لأنه لم يصدر بيان حقيقي إنما تسريبات، هناك توجهات إخراج الأجانب من سوريا وتحديدا يقولون إيران، وللأسف الشديد أقول المرة الثانية حزب الله ذراعها العسكري في المنطقة، إضافة إلى ما دفعت به من ميليشيات إلى سوريا على أسس مرضية أيقظت فتنة نائمة للأسف. لا أعتقد أنه بسهولة يمكن أن يدخل، لكن المنطق وما رأيناه أنه عندما دخل وإيران بالأصل لم تكن أمريكا بغيبوبة، سيما أن الأقمار الصناعية، لنفترض أن الأمر وصل لهذا المكان وهو أسهل من ذلك بكثير، الأقمار الصناعية قادرة أن تعرف دقائق الأمور على الأرض السورية وغير السورية. وإذا عندما دخل حزب الله أي أكيد كان في مباركة بشكل أو بآخر من صانع القرار والمتحكم فيه والمايسترو الذي يضبط حركة القتال في سوريا، وهو عمليا أمريكا، وبالنتيجة كانت روسيا حاليا. طيب. يفترض عقليا أو منطقيا أن يكون هناك صعوبات، سيما أن هناك توافقات على إخراج هذه القوات، لكن لا أظن أنهم جادين بهذا الاتجاه. طيب سيد فرانكو، يعني برأيك هل لدى حزب الله القدرة على الاستمرار في المعارك داخل سوريا إن لزم الأمر بعودتهم إلى هناك، أو حتى القوى المتواجدة في سوريا حاليا؟ يعني هلأ طبعا حزب الله عندما يقوم بعمل ما فهو يتقنه، وهو القتال للأسف قتال السوريين الأخوة الذين فتحوا ديارهم وبيوتهم وكرارهم له في حرب تموز في 2006، حيث استقبلوا أهل حزب الله بالورود والتعاطف وفتحوا لهم بيوتهم. نعم حزب الله ممكن يرجع يقدر يتحرك بسوريا إذا التزم الأمر، مع أنه هلأ هو واقع بين نارين، بين التهديد الأمريكي لإيران بشن حرب على إيران وبالحرب بسوريا اللي عم تدار هلأ بعد ولعة. هلأ إيران عم تتعرض لضغوط طبعا على الأرض، ومواقعها عم تدك شبه يوميا من الإسرائيليين، ومواقع حزب الله كمان عم تستهدف، يعني عم ينزف ويستنزف حزب الله بالمنطقة بسوريا. كل هيدي الأمور عم تضعفه لحزب الله.
ومن جهه ثانيه كمان روسيا اللي تآمرت على ايران لحزن الحظ، ويعني في شبه تنسيق بينه وبين الاسرائيليه نعم. على اخراج ايران نعم. من المنطقه، واكيد حزب الله هو جزء من الايرانيين. نعم، اشكرك جزيل الشكر السيد فرانكو عبد القادر مدير المركز السويسري للصون الديمقراطية والحريات العامة، كنت معنا من زيورخ، أيضا كل الشكر لك سيد صلاح قيراطة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مدريد. طبعا تحدثنا في المحور الثاني مشاهدينا عن إعلان حسن نصر الله عن تخفيض عدد مقاتلي حزبه في سوريا ونظرة روسيا لهذا التواجد أيضا مع الوجود الإيراني فيها. وفي المحور الأول تحدثنا عن تغيير استراتيجية النظام في قصفه على الشمال المحرر وعشرات الضحايا الذين وقعوا خلال اليومين السابقين. كان معنا العقيد زياد حاج عبيد إضافة لمراسل حلب اليوم دياب الحمدو. الشكر موصول لكم مشاهدينا، نلتقي في حلقة مقبلة من برنامج ثنايا الخبر. دمتم بأمان الله.